السلام عليكم. تتم الكتاب مبادرة التشريعية والرقابية للمجتمع المدني الجزء السادس. المطلب الثاني، المقاربة التشاركية. من أهم المصطلحات السائدة اليوم الديمقراطية التشاركية، والتي تعني تنمية انخراط المواطنين في الحياة العامة واتخاذ القرار. ومن أهم مؤشراتها تقديم العرائض والتوافقات واعتماد إجراءات منظمة ودقيقة رغم انتقادات التي توجه إليها نحو الشعبوية وعدم التمثيلية الموسعة وإشكالية تنظيم الاستشارات والموضوعية في علاقتها بالذاتية وصعوبة الحصول على المعلومة. ومن أهم الآليات المتعمدة في الديمقراطية التشاركية مجالس الأحياء للتنمية والمؤسسات التشاورية، ورغم الإكراهات التي تعتريها فهي قناة دينامية للانتعاش الديمقراطي والحوار والمراقبة والقرب والتداول. ونظرا للتحديات المحيطة بهذه التشاركية، فقد اعتبرت بأنها غير واضحة المعاني، وكونها تعتمد الآليات حديثة كالميزانية المشتركة ومجالس الأحياء والتشاورات، فإنها تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية. وفي هذا الإطار تتفاعل الاستطلاعات والحوارات العمومية التوقت إلى قرارات راشدة وعدالة اجتماعية، مما يخلق نوعا من الحيوية والتطور وتفعيل المواطنين وتنويع العلاقات السياسية رغم الإكراهات. إن الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة لحل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية وتنمية الإرادة السياسية لدى المنتخبين وتوفير الأمن الاجتماعي والتربية على ثقافة التوافق والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع. وتتجدد الديمقراطية بناء على المواطنة والمدنية والمنفعية العامة وتوفير المعلومة والتدبير الشفاف والمساهمة في اتخاذ القرار والانتقاء من المحلي إلى الوطني. ومن تجلياتها ميثاق عمل وإحداث مجالس سياسية ومدنية وشعبية وتوفير ميزانية خاصة بها وتنسيق العمل بينها وتنظيم العلاقة مع السلطة التنفيذية والتشريعية والجهوية وتشكيل لجان الملاحظة والتتبع والتقويم. ويجب أن يتم كل هذا في إطار عام يحدد المشاركة وطبيعتها ومجالها وأطرافها وطرق الانخراط وكيفية تنظيم الساكنة وتوزيع المسؤوليات والمصاريف. وتدخل الديمقراطية التشاركية في إطار دستور 2011 المغربي الذي ركز على تعزيز مكانة المجتمع المدني واعتماد منهج التشاركية والإشراك والمساهمة في تعزيز وتأهيل المجتمع المدني وحسن تدبير التواصل والقدرات وترسيخ الحقوق والحريات. ويعتبر التفكير في المجال وإعداده وبنائه بشكل جماعي رهانا واضحا، لأنه يؤشر على الاشتغال بشكل جماعي، لأن التخطيط الاستراتيجي التشاركي يخدم التنمية المجالية منهجية تحفز التفكير نحو المستقبل، نهج يحسن التدبير ويشجع ويوجه الحوار ويحسن الاتصال. ونظرا لهذا الدور التشاركي، فقد وضعت فرنسا قانونا ينصب على الديمقراطية المحلية والقرب سنة 2002، الذي يركز على إشراك الساكنة والجمعيات والهيئات من خلال إعداد المشاريع وإلزام المدن المجاورة المتجاوز سكانها 80,000 نسمة والجماعات الأكثر من 20,000 بناء مجالس الحي. وأكد المرسوم رقم 453.85 المعدل في تاريخ
23 أبريل 1985 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 630.83 المؤرخ في 12 يوليوز 1983 على ضمقرة الإعلان العمومي وحماية البيئة، وقد عم مفهوم التشاركية نظرا لارتباطه بالتنمية العامة، وقد اصطلح عليه باللامركزية المتقدمة السانحة للتخطيط الجماعي، وآمنت النيجر بالتخطيط الجماعي لتوجيع عمل الشركاء التقنيين الماليين. لكن رغم هذا النفس التشاركي الذي ساد في كثير من الدول، فإن إشكالات تظل عالقة تتجلى في الحكامة وطرق المأسسة والتفعيل وطرق التمويل والتكوين ودعم القدرات. وإن تطور العمران بلغة ابن خلدون مرتبط بالمنطق التشاركي الذي يتخذ أبعاد متعددة ويتيح فرصة للبناء والتقويم، لأن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي والتنموي بصفة عامة سيصبح مشتركا بين كل الفاعلين، وبالتالي ننتقل إلى المقاربة الترابية المندمجة التي تعتمد على آليات النظام والتدبير والتحكيم في أفق التركيز على المجالات الحيوية من أجل تجاوز فوضى التدبير والتسيير والاحتكارية والهيمنة. إن التشاركية آلية من آليات الترشيد تناغم بين تدخلات كل الفاعلين للمساهمة في السلطة باعتبارها توزيعا عادلا للقيم تراعي الأفق البعيد والبعد النظر، وبالتالي فهي تكريس لما أسلفناه سابقا بأنها جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التشاركية، والتي شكلت الوسيطة بين الديمقراطية المباشرة والنيابية، وتمزح بين نظرية السيادة الشعبية والسيادة الوطنية. ومن أجل تبرير هذا الاختيار طرح سؤال جوهري على موائد الفقه الدستوري، مفادها هل النظام التمثيلي ديمقراطي؟ إنه سؤال كلاسيكي لكنه متجدد، لأنه يطرح سؤال السيادة والعلاقة بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية، ويبقى سؤال الديمقراطية في قلب الأحداث، وسؤال المقاربة للمشاكل المطروحة يبقى عالقا، وجواب المقاربة يفرض وجوده. والمقاربة انفتاحية على جميع المستويات، ضرورة علمية وواقعية وديمقراطية. إن حكم الشعب بالشعب ويفرض تشاركية سواء بالنسبة للديمقراطية المباشرة أو غير مباشرة، وهي حق دستوري يتيح مشاركة المواطنين في الشأن العام والاختيارات العامة، وتتكامل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فهذه الأخيرة في عمقها ديمقراطية القرب، خاصة عندما تتناول قضايا الأحياء والجماعات والجهات. ومن مقتضيات ومؤشرات الديمقراطية التشاركية نذكر الميزانية التشاركية التي ظهرت في البرازيل، والتي استهدفت المدن والأحياء هادفة إلى الحكامة المالية والعدالة والاجتماعية، ثم تعممت بأمريكا الجنوبية ثم إلى قارات أخرى. ومن المؤشرات كذلك التحكيم المواطن والحوار العمومي. نخلص مما سبق أن التشاركية آلية من آليات المساهمة في السلطة، تركز على إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، وبالتالي ندخل في ديمقراطية تداولية التي تتخذ مواضع كثيرة لمقاربتها نحو التهيئة الترابية والتعمير والبيئة، وتلعب الجمعيات دورا فاعلا في هذا الباب كما سنرى في المبحث الثاني. وقد بدأ النقاش حول حدود الديمقراطية التمثيلية منذ النصف الثاني من القرن السابق، مما تولد على النقاش مصطلح الديمقراطية التشاركية اعتمادا على مواطنة فاعلة ووضوح الرؤية المستقبلية، لأنه كما يقال
حوار ومناقشة حسنة تؤدي إلى قرار أحسن وأرشد. ولأن الأصل هو التوافق والتشاور وحسن التدبير والإعداد واعتماد آلية الاستفتاء الشعبي للحسم، وهذا العمل يشوش أحيانا على أدوار المنتخبين والمفوضين من قبل صناديق الاقتراع. ونظرا لشساعة هذا الورش، فإن الفاعلين ابتكروا آليات متعددة لتصديقه نحو حكام أحياء 1971 بألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما أحدثت البرازيل سنة 1992 الميزانية المشتركة، وفي دول إسكندنافيا تم الحديث عن لقاءات توافق سنة 1980، وبفرنسا تم تشجيع مبدأ التشاور والاستشارة قانون 1976 والتدبير الترابي بناء على قانون بوش غيدو بوشاردو 1983، حيث تمت دمقراطة إجراء التقصي العمومي وحماية البيئة، حيث اعتمد قانون بارني 1995. ويمكن الحديث كذلك عن قانون ديمقراطية القرب سنة 2002 بفرنسا، الذي اعتمد عموما على مجالس الأحياء. ومن خلال جردنا للتاريخ السياسي المغربي، نجد بأن هناك تكاملية بين السياسي والمدني وتشاركية تامة من أجل طرد المستعمر وتحرير البلاد. وحتى بعد الاستقلال تم التنسيق بين الطرفين، الذي هو في العمق طرف واحد من أجل البناء الديمقراطي، لكن الصراع على السلطة آخر المشاريع التنموية العميقة والاستراتيجية. وطالما تم التنظير لعلاقة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ومن تتبع الخطابات الملكية نراها تركز على هذه التشاركية، باعتبار أن البناء الديمقراطي هم جماعي. نستحضر ما يلي: تفعيل دور المجتمع المدني، وكلنا مسؤولون فرادى وجماعات وسلطات وهيئات وأحزاب وجمعيات على بناء الجماعي لمجتمعنا، وتركيزه على المواطنة الفاعلة والصادقة، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، وبناء ثقافة المواطنة الإيجابية. والهدف هو بلوغ المجتمع التضامني الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة. وقد ركز تقرير الخمسينية الذي صدر بعد 50 سنة من الاستقلال على التعاون بين الهيئات الدستورية والسياسية والنقابية والجمعوية من أجل بروة المشاريع التنموية لاستكمال المواطنة الكريمة، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدولة وبين سائر الفاعلين قطاعا خاصا ومجتمعيا مدنيا. وقد ضمن الخطابات الملكية كذلك الإشارة إلى قضايا وردت في الدستور اليوم نحو الديمقراطية التشاركية، المجتمع المدني الفاعل، تعزيز ديناميته، بناء المواطنة التضامنية، وتضافر الجهود مع الفعاليات الانتخابية والجهوية. أما خطاب 9 مارس 2011 الذي اعتبره الكثيرون خطابا تاريخيا، فقد ركز الملك على المساهمة البناءة للهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية، داعيا إلى تعديل دستوري شامل يستند على 7 مرتكزات أساسية، ذكر في الشق الخامس على تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني. وعلى مستوى البرنامج الحكومي 2012، تم إحداث قطاع وزاري جديد في إطار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتصدير التشاركية كآلية من آلية تنزيل مقتضيات الدستورية، والتركيز على التشاركية والتعاقدية في جميع المجالات. لذا بدأ الجميع يشعر بهذه الأهمية. وفي هذا الإطار نضم الفريق الاستقلالي للوحدة
والتعادلية بمجلس النواب لقاء دراسيا، والذي ركز على إرساء ديمقراطية التشاركية، دور العمل الجمعوي، الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع المدني، التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وبدأت الثقافة التشاركية تخرج من مرحلة القيم العامة إلى مستوى المؤسسة. وفي هذا الإطار نظم البرلمان يوما دراسيا حول العلاقة الواجب تنظيمها بين البرلمان والمجتمع المدني تحت شعار البرلمان والمجتمع المدني أي علاقة، والذي جعل من أهدافه ما يلي: جعل منظمات المجتمع المدني ملمة بالعمل البرلماني، جعل البرلمان ملما بالعمل الجمعوي. ثالثا، جعل قاعدة معطيات متعلقة بالمجتمع المدني لدى البرلمان. رابعا، وجود شبكة متخصصة في التشريع من المجتمع المدني. وتفيد التجارب الدولية بأن العرائض تقدم غالبا للسلطات العمومية والهيئات المنتخبة، أما عندما يتعلق بملتمسات التشريع فغالبا ما تحال على البرلمان. لذلك من الضروري أن تعزز العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني. لذلك ناقش الحاضرون بهذا اليوم الدراسي قضايا متعددة تصب في هذا المجال، والتي أوجزها فيما يلي: سبل تعزيز الثقة، تشجيع المشاركة المدنية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتفعيل المساءلة وتقوية النقاش العام حول القضايا العامة ومسألة العلاقات وشرعنتها. إن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان من صميم الديمقراطية، لأن الشعب هو مصدر السلطات ويحق له التواصل مع ممثليه خاصة، وقد أصبحوا شركاء في رسم السياسات العمومية وتقديم العرائض وملتمسات التشريع، مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ومن شروط نجاح هذه العلاقة اتساع حركة المجتمع المدني واستقلاليته تمويلا وتفاعلا، وتغطية وسائل الإعلام لهذه العلاقة، وإحداث مصالحة مع السياسة والمشاركة في المراقبة والتشريع. ومن الآليات الواجب توفرها اللجان والملتقيات ودراسة مواضيع مشتركة والتواصل مع الجامعة ووضع هيئات متخصصة بتطوير هذه العلاقة وتكثيف العلاقة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. لقد تشكلت قناعة بأنه لا تخطيطا استراتيجيا للتنمية المجالية دون تشاركية. المطلب الثالث، القواعد التأسيسية.